سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة الكبيرة سميحة أيوب، بقول لحضرتك مليون مبروك على التكريم النهارده. الله يخليك، أهلا بيك. وعجبني أوي اللوك اللي حضرتك عاملاه، ما شاء الله عليكي قمر. يا أهلا بيك. أهلا بحضرتك. التكريم بقى من المركز القومي للسينما ونادي سينما المرأة، شوفي التكريم ده ازاي بقى؟ لا يعني التكريم ده انا شايفاه يعني عادي بالنسبه للسنوات اللي انا اشتغلتها. سلسله التكريمات. انا على تكريم الشباب، يعني انا جايه النهارده عشان اكرم الشباب اللي له مستقبل، اللي هيغير السينما في مصر. ده الاهم من اي تكريم تاني. فانا سعيده جدا ان انا في شباب، وشباب متفوق، وشباب حيغير سمات السينما الآنية. يا رب يعني يحصل ده ويحصل تغيير إلى أحسن إن شاء الله. آخر فيلم بصراحة تابعتيه وعجبك في السينما أو حتى على التلفزيون؟ تيتا رهيبة، يعني شاهدت مجروحة، لكن ده مجموعة من الأطفال ساعدوا جدا بيه. واحنا دايما لما بنعمل حاجه للاطفال بنعتبرهم عيال ناقصين عقل وصغيرين، ونكلمهم لان دلوقتي بيفهموا اكتر مننا. صحيح. فعجبتني الرساله اللي فيه. ليلى الكبيره كان برضو من اعمال حضرتك السينمائيه، بتشوفي العمل ده ازاي؟ وطبعا كان مختلف. ليلى الكبيره ما خدتش حقها. ما خدتش حقها، نزلت في وقت البلد كانت فيه، زي ما نزلت تيتا رهيبه كانت البلد فيها حظر تجول وقلاقل وكده، فبيبقى حظ العمل الفني فيه وهو نازل يعني ملوش حظ، لكن العمل بيبقى فيه فحواه عظيم. أنا الليلة الكبيرة ما أخدتش حقها، لكن المخرج عمل شغل رائع وعظيم. سامح عبد العزيز. سامح مخرج هايل هايل، وفي شخصيات وفي ممثلين ظهروا في الفيلم، بقى لهم كتير بيشتغلوا لكن في الفيلم ده ظهروا. التصوير كمان فيه كان رائع. لا الفيلم كان هايل هايل. صحيح. جديد حضرتك ايه الفترة اللي جاية؟ انا ما فيش حاجة عجباني عشان تبقى جديدتي خالص. لا يعني اللي بيتعرض مش انا، مش مجرد شغل، انا بشتغلش مجرد شغل، لا اشتغل في رسالة هقولها، يا ما فيش داعي. طب الشخصية اللي ممكن تستفزك ان انت تعمليها؟ اي شخصية مكتوبة، شخصية انسانية تنفع الانسان، دي اكتبها، دي اشتغلها على طول ان شاء الله. بنتمنى تلاقي الشخصية دي. واخيرا كلمة بقى لكل جمهورك اللي بيحبك من خلال برنامج هوليود الشرق في العراق من خلال شاشة الشرقية. عايز اقول العراق في القلب دايما، وكلنا بندعو ونصلي ان العراق ترجع عراق زي ما كانت ان شاء الله. يا فندم بشكر حضرتك وبتمنى لك كل التوفيق ودايما متألق. الله يخليك.